نار مريم، اهلا بكل الطلاب اللي متابعين معايا. بتمنى ان انتوا تكونوا بخير، شكرا لكل الدعم المتواصل بتاعكم، وبتمنى ان احنا نتواصل مع بعض دايما. اليوم ان شاء الله الحلقه الختاميه من الشرح بتاعنا. ليه بقى؟ لان اللي جاي ان شاء الله كله هيكون اسئله امتحانات ومراجعه امتحانات. ايه هي اصعب الاسئله اللي ممكن تيجي، وازاي انت بتحلها، وازاي بتتعامل معاها؟ فياريت تتابع معايا الفيديوهات اللي جايه. للناس اللي هي بتشاهد الفيديو لاول مره، للاسف انت فاتك حلقات كتير شرحت فيها واتكلمت فيها عن المنهج كله بتاعك، واتكلمت عن الباراجراف والديالوج وازاي تحل امتحانات كويس. وان شاء الله الفتره الجايه هتكلم عن سلسله اسمها مع الطلبه او مشاكل الطلبه، لاهميه الجزء النفسي في العمليه التعليميه، وده ان شاء الله هيكون من بدايه الترم الثاني. قبل ما ابدا ان شاء الله الحلقه بتاعتي اللي هي هتكون عن الجزء الاخير في سؤال السيتويشنز اللي هي المواقف او اللانجويج فانكشنز، انا ان شاء الله هبدا كده وهتكلم معاكم في حاجه بعيده عن المنهج شويه. اغلب الطلبه بتبعت لي اسئله عشان خاطر احلها، ومفيش حد فيكم فكر في مره انه بعت لي انه يتاكد من اجابته صح او غلط، او عايز حاجه مثلا تتشرح تاني، وكأن الجيل كله اصبح كسلان. كل الناس فيكم عايزه الحل، ومفيش حد فيكم عايز يتعب. وده فكرني بمثل صيني انا كنت متكلم عنه قبل كده في حلقه قديمه، اللي هو لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. وكنت بتكلم فيه بالظبط عن مثال في سيرة الصحابة عندما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيعة. سيدنا سعد بن ربيعة ادي أعظم مثال للأمة في التضحية، إن هو أعطى عرض لسيدنا عبد الرحمن بن عوف، قال له إني أكثر أهل المدينة مالا سوف أعطيك نصف مالي، كمان يا سيدي أنا في متجوز 4 نساء، فأنت بص أجمل واحدة تعجبك فيهم ممكن تقولي عليها وأنا أطلقها لك وأنت تتجوزها. إيه رأيك طب أنت في العرض ده؟ أكيد عرض زي كده صعب إن هو يتفوت. كلمة موافق تحل لك كل مشاكلك، كلمة موافق تديك فلوس، تديك واحدة، مفيش أسهل من كده، قول بس أنت موافق. أغلبكم طبعًا عايز نص فرصة من دي ان هو يوصل باسهل طريقه ممكنه، لكن سيدنا عبد الرحمن بن عوف يدي مثال خالد لكتب التاريخ او رد خالد لكتب التاريخ، قال له بارك الله لك في اهلك ومالك ولكن دلني على السوق. انت بس قول لي فين السوق، انا اللي عايز اشتغل، انا اللي هروح وهعمل فلوس، بس انت قول لي فين مكان السوق. ايوه يعني انت عايزني اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش بعرف الاجابه، عشان كده بسال عن الاجابه. يعني انت عايزني احل مع نفسي، اعتمد على نفسي وبس؟ طب انا مش عارف. لا يا سيدي انا ما قلتش كده، بس انت مشكلتك ان انت بتتسهل. طب بدل ما تسال عن الحل ما تسال عن طريقه الحل. وانت على فكره حتى لو جات لك الاجابه انت مجرد ان انت بتنجلها وخلاص، لكن هل بتدونها او بتكتبها عشان خاطر بعد كده لو اتسالت فيها تحفظها؟ لا للاسف انت ما بتعملش كده، وده اكبر غلط. المسائل الجديده اللي هناخدها ان شاء الله في الفتره الجايه محتاجه منك ان انت تكتبها وتدونها بقواعدها، عشان خاطر لو اتعرضت عليك مره تانية الموضوع يكون سهل بالنسبه لك وتعدي ان شاء الله بنسبه 90% فيها، خصوصا في سؤال الري رايت. فانا عايز منك ان انت المسائل اللي جايه ان شاء الله حتى لو انا بحلها معاك انا هفهمك بتتحل ازاي والقواعد بتاعتها ازاي ان شاء الله، لان اسرع هتكون صعبه معانا. فدونها واكتبها معايا، وعشان ما اطولش عليكم يا ريت يا ريت تكون فهمت المغزى من القصه اللي انا قلتها والحاجه اللي انا قلتها. يا ريت كل شغلك واعتمادك ما يكونش على الغير، يكون على نفسك انت، عشان لو الغير راح ما توقفش انت خلاص. وتعالوا بقى نبدا مع بعض الدرس بتاعنا على بركه الله. نبدا على بركه الله الجزء الثالث والاخير من سؤال المواقف. هنبدا ان شاء الله النهارده هنتكلم عن لانجويج فانكشنز اللي هي الوظائف اللغويه، ومعانا يونت 7 الوحده 7. هنتكلم عن التعبير عن التناقض، كونستراكتنج انفورميشن، المعلومات المتناقضه. طيب لو هنتكلم عن التناقض يا شباب هنتكلم عليه في 5 نقاط مع بعض. اول نقطة منهم اللي هي however، تمام؟ however معناها ومع ذلك او مع ذلك. مكانها فين بالظبط؟ توضع في بداية الجملة الثانية ونضع بعدها فاصلة. ركز معايا في الكلام اللي انا هقوله ده. he studied hard، هو ذاكر بجد. تحط النقطة بتاعتك وتبدأ الجملة الثانية however، however بعدها الفاصلة بتاعتنا however ومع ذلك. he doesn't answer well in the exam، هو ما جاوبش كويس في الامتحان. المثال الثاني he ran fast، هو جرى بسرعه. however ومع ذلك he didn't win the race، هو ما فازش بالسباق. ركز معايا يا شباب في المثال ده او في المثالين دول في مكان however. however معناها مع ذلك، توضع في بدايه الجمله الثانيه بالظبط ويوضع بعدها الفاصله، ولازم قبلها تنهي الجمله. طب نتكلم عن حاجه ثانيه اللي هي also، اللي هي الحاجه الثانيه من ايه؟ من التناقض. also يا شباب معناها بالرغم. مكانها فين بالظبط؟ مكانها في بداية الجملة الأولى، مكانها في بداية الجملة الإيه؟ الأولى. ناخد أمثلة على الكلام ده. although he is poor، بالرغم إن هو فقير، he is happy، هو سعيد جدا. although the players played well، بالرغم إن اللعيبة لعبت كويس، they lost the match، هم خسروا المباراة. طب نتكلم عن but.
بط يا شباب معناها لكن. طب لاحظ كده معايا حاجة، انت مثلا لو لقيت في الجملة دي معايا حاجة زي بط ولكن، لما تيجي تستخدم although او however انت مطالب ان انت تحذف بط خلاص، لو هتستخدم حاجة مكان حاجة، لان الحاجات دي كلها بتساوي بعض. جيت however استخدم although او بط، جيت بط استخدم although او however، وغير الاماكن على حسب ما انت شايف. طب ناخد المثال على بط اللي معناها لكن، وتوضع في منتصف الجملتين، ما بين الجملتين بتحط بط شبيهة بهاويفر، بس however شوية بنختلف في الفصل اللي بتيجي بعدها ونهاية الجملة. طيب he is rich، هو غني، but ولكن he isn't happy، هو مش سعيد. it was very cold، جو كان برد جدا، but she went out، ولكن هي ذهبت للخارج. طيب نتكلم عن حاجة تانية اسمها despite. despite يا شباب بالظبط مكانها برضو في بداية الجملة الأولى، بس في حاجة بتختلف ما بين although ما بين despite، إني بيجي بعدها الاسم أو الفيرب زادان شيء. despite his poverty he is happy، بالرغم من فقره هو سعيد. despite running fast he lost the race، بالرغم ان هو جرى بسرعة ولكنه خسر الايه، خسر السباق. طيب نتكلم عن حاجات زادة معانا مع بعض. اول حاجة لو انت عايز تهنئ شخص او تهنئ الناس عموما بتستخدم يا شباب معانا ثلاث حاجات، يا اما بتقول له congratulations on your، وتجيب بعدها المناسبة اللي انت عايزها. مثال على الكلام ده congratulations on your wedding success، اي حاجة من الحاجات دي انت ممكن تستخدمها. طيب ممكن تقول له ايه، واحدة في دول تكفي. I'd like to congratulate on، ركز ان on هنا هيجي بعدها الفعل زائد ing او المناسبة. طيب I'd like to congratulate on winning، على الفوز. getting the full mark، حصولك على الدرجة النهائية. طب او ممكن تقول له well done، احسنت. طب لو عايز تشكر الناس بقى، تهنئة الناس اخدناها وشكر الناس اخدناها، والمعلومات المتناقضة اخدنا اربع حاجات فيها. طب عايز تشكر الناس، سهلة جدا، thank you، شكرا لك، that's kind of you، ده عطف منك. الحاجات دي يا ريت تترجمها وتحاول كده في كراسة حلوة، تحاول تشوف بقى انت هتستخدم انه في اي موقف، لان انت ممكن موقف معين ما ينفعش تستخدم فيه حاجة من دوم. طب اول حاجة قلنا thank you that's kind of you، ده عطف منك. التانية thank you for your help، شكرا للمساعدة بتاعتك، لو هتقدم لك مساعدة. تمام thank you، شكرا لك، you are so helpful، انت متعاون جدا. الاخيرة اللي شهيرة جدا thank you very much، thank you very much. تمام طيب نتكلم عن حاجة تانية اللي هي الاعتذار، والاعتذار هنتكلم عن حاجتين معاه، يا تقبل الاعتذار يا ترفض الاعتذار. طيب نتكلم في البداية عن الاعتذار. الاعتذار يا شباب بتستخدم I'm so sorry، انا اسف جدا، I'm so sorry for. طب قاعدة ثابتة معاك خدها كده، ان for اغلب الاحيان بيجي بعدها ing، that في اغلب الاحيان بيجي بعدها جملة كاملة، to في اغلب الاحيان بيجي بعدها فعل في المصدر، عشان تبقى عارف بس الدنيا ماشية ازاي. I'm sorry for والفعل زاد ing، I must apologize for، انا لازم اعتذر عن، وتجيب ال ing. I'm really sorry، انا حقا حقا، really هنا معناها ايه، حقا اسف، I'm really sorry. طيب قبول الاعتذار، لو انت عايز تقبل الاعتذار اللي هو accepting apology، قبول الاعتذار ممكن تقول له don't worry، لا تقلق، that's okay، لا عليك والله العظيم الموضوع عادي ولا يهمك. وممكن تقول له حاجة شهيرة جدا اسمها never mind. never mind يا شباب معناها لا عليك، ما يهمكش، الموضوع ببساطة كده انا عديته ونسيته، يبقى never mind. تمام طيب رفض الاعتذار refusing apology، لو انت عايز ترفض الاعتذار ممكن تقول no dear، no dear، لا يا عزيزي، you must repair it، لازم تصلحها والله. او ممكن تقول له oh dear I need that، يا عزيزي ده انا محتاج الحاجة دي جدا. طيب نتكلم بقى عن الجزء الرابع معنا اللي هو تشجيع الناس، encouraging people. تشجيع الناس يا شباب ممكن تقول good job، خلي بالك ركز معايا في الكلمة دي، لان اغلبكم بيقولها job يا شباب، ما اسمهاش كده، اسمها جا. تمام يبقى good job، عمل رائع، but try harder، harder يعني حاول اكثر من كده، بجديه اكثر من الجلديه اللي انت واخدها بيها. طيب good job تاني برضو، but you should try harder، تلاعب بس بالالفاظ، ما فيش فرق ما بينهم. في الاولى بيقول له عمل كويس بس حاول تاني، تانية عمل كويس ولكن يجب عليك انت تحاول اكثر. تمام او ممكن تقول له come on، مش come on، ما ينفعش تقولها كده، come on come on don't give up، يلا هيا لا تستسلم. او ممكن تقول له
Do your best to be the best. افعل ما يمكنك لكي تكون الأفضل أو افعل أفضل ما لديك لكي تكون الأفضل. Do your best to be the best. طيب يا شباب نتكلم بقى عن رقم 5 معنا في المعلومات اللي احنا عايزين نديها مع بعض، السؤال عن الرأي. Asking people's opinion، السؤال عن الرأي. طيب عشان تسأل عن الرأي شخص، تسأل عن رأي شخص، يعني مثلا انت هنا اهو قال لك اسأل شخص عن رأيه فيه، يبقى هتقول له what do you think of، what do you think of، ايه رأيك. ركز ان الاكسبريشن ده بيستخدم معك كثيرا في القصة وفي الحياة عموما، في الباراجراف سوري في الديالوج. يبقى الشباب بيقولوا what do you think of، وتجيب اسم الشيء او الموضوع اللي انت عايز تسال عنه، او ممكن تقول له ايه what's your opinion about، ايه رايك في الموضوع او الشيء اللي انا هتكلم عليه. طيب واحد بقى سالك عن رايه وانت موافق agreeing الموافقه، ممكن تقول له ايه I agree، انا اوافق. ممكن تقول له I agree with you، انا اتفق معك، او ممكن تقول له I completely agree with you، انا تماما 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 بكل معنى الكلمة اتفق معك، او ممكن تقول له I think so، I think so، اعتقد ذلك. تمام، تستخدم معك برضو في الايه في الديالوج يا شباب، لو حد سألك بسؤال اللي هو الافعال المساعدة ممكن تقول له I think so، اعتقد ذلك، بدل ما تقول له yes او no. خلاص طيب لو انت مش موافق ان في لي دول بكل سهولة كده، يبقى هتقول له I agree، هتخليها I don't agree، I think so، I don't think so، بس كل سهولة. طيب يلا مع بعض بقى أول اختبار مع بعض. قال لك write what would you say in the following situations، اكتب اللي انت هتقوله في المواقف اللي جاية دي. Your father got a good job and it was uncomfortable، كانت غير مريحة. يبقى هنا تناقض جملة، جملة تانية ما بينهم تناقض. اذا هتستخدم يا شباب اللي انت عايزه، اللي انت عايزه ممكن تستخدمه. استخدم معايا however او also. however يا سيدي هاتها ما بين الجملتين، also ابدأ لي بيها في الاول وابدأ جملتينك عادي. تمام، يبقى مع بعض هنقول ايه، بدل your father بقى هتتكلم عن ابوك انت، هتقول my father تمام got a good job، حصل على وظيفة كويسة. however ومع ذلك it was uncomfortable. تمام، يبقى انا هنا استخدمت however اللي هي مكانها في الايه في الجمله الثانيه. عايز تستخدم also ابدا بها في اول الجمله، مفيش اي مشاكل. طيب your sister started well but، ولكن she didn't come first، ولكن هي لم تاتي اولا، لاحظ او لم تاتي في المركز الاول. لاحظ معايا ان انت لو هتستخدم however او also هتحذف but، مش هنحتاجها لان هي بتدل على however او also. تمام يا شباب، نستخدم مثلا however او نستخدم also زي ما انت شايف. طيب هنستخدم هنا also، also your sister هتبقى my sister، الجملة الاولى اهي، يبقى also my sister studied well، بالرغم ان اختي ذكرت بجد او ذكرت كويس. الجملة الثانية طبعا بعد حذف but هتبقى she didn't come first، هي ما جاتش في المركز الاول. خلاص، عايز تستخدم however برضو براحتك انت. طيب also بالرغم، لاحظ ان also هتتحذف هنا معايا، ممكن تستخدم بدلها however او but زي ما انت شايف. يبقى also you lost the game، بالرغم ان انت خسرت الماتش. you congratulate your opponent، انت حييت او ان انت هنأت المنافس بتاعك. يبقى يا شباب هنقول ايه، هنقول I lost the game، انا خسرت الماتش اهي. you lost the game هتقول I lost the game، but ولكن I congratulate my opponent، انا حييت مين، حييت المنافس بتاعك. عايز تستخدم however مفيش اي مشاكل. you have made a mistake، انت عملت خطأ، but ولكن your friend forgives you، صاحبك عفى عنك او سامحك. يبقى بكل سهوله يا شباب هتحذف بط وهتستخدم اللي انا قلت لك عليه، هتقول ايه I have made a mistake، I have made a mistake، انا عملت خطا. however مع ذلك my friend forgives me، صاحبي عفى عني. طيب the referee showed you a yellow card، الحكم اظهر لك كارت اصفر. however مع ذلك you didn't do anything، انت ما عملتش اي شيء. يبقى هتقول له ايه، هتقول له انت اديتني كارت اصفر ولكن انا ما عملتش اي حاجه. يبقى نستخدم هنا بط يا شباب، يبقى you showed me a yellow card، انت اديتني كارت اصفر but ولكن I didn't do anything wrong، انا ما عملتش اي حاجه غلط، انت بتديني كارت ليه. هنا بيقول لك you reply، رد عليه يعني. تمام طيب ركز معايا،
Your friend has just found a new job. لسه صاحبك حصل على وظيفة جديدة. طب انت لو صاحبك حصل على وظيفة جديدة المفروض تهنيه. طب لو عايز تهنيه تستخدم كذا حاجة. شو ممكن تقول congratulations. اوعى تقول لي well done. ما ينفعش تقول لي well done هنا لانه ما فازش بشيء يا شباب. ما فازش بشيء او ما عملش انجاز وتعب فيه عشان تقول له well done. يبقى هنا هنقول له ايه؟ congratulations on. وركز انه on هيجي بعديها يا اما الاسم يا اما فعل زيادة عن شيء. يبقى king او I want to congratulate you on مثلا your new job. الوظيفة الجديدة بتاعتك congratulations on your new job بكل بساطة. طيب your father gives you a nice present. ابوك ادالك هدية. thank him. هتقول له ايه؟ هتشكر. ممكن تقول له thank you very much. ممكن تقول له thank you that's a kind of you. ممكن تقول له زي ما قلنا thank you very much بكل سهولة يا شباب. قول له اللي انت شايفه مناسب في الجملة دي. طيب say that you don't think this player is good player أو is very good. قول بقى قل إن أنت لا تعتقد إن اللاعب ده كويس. يبقى هتقول إيه؟ هتقول يا شباب بكل سهولة in my opinion. هي دي اللي أنا عايز أقول لك عليها. أنت لما تيجي تتكلم عن رأيك نسيت ما أكتبها لك معلش. لما تيجي تتكلم عن رأيك لازم تقول in my opinion. in my opinion في رأيي. وإدين الرأي بتاعك بقى. أنت هنا مش متفق مع الرأي ده يبقى هتقول إيه؟ I don't think. أنا لا أعتقد بك. زي ما مكتوب you هتبقى I وخلصت الجملة. I don't think this player is very good. إن اللاعب ده كويس والله. طيب apologize اعتذر. واحد اعتذر بكذا طريقة وانت عارفهم وريت تكون كتبتهم في كراس. apologize to the referee for doing something wrong. اعتذر للحكم إن انت عملت شيء غلط. يبقى هتقول له I'm so sorry. أنا آسف جدا. يبقى I'm really sorry. I'm so sorry. أي حاجة. I'm really sorry أو I'm so sorry for. ركز ان في الحاجة اللي بعدها الـ ING for doing that لفعل ده. انا مش عارف ايه الحاجة اللي انا عملتها لانه مش مديني في السؤال. قول له for doing that لفعل ده. هو اكيد الحكم هو عارف. تمام. طيب نتكلم بقى على الوحدة رقم 8 unit 8 اللي هي فيها talking about problems الحديث عن المشاكل. طيب يا شباب عشان تتكلم عن المشاكل هنقول ثلاث حاجات مهمين ياريت تكتبهم معاها لان مهمين جدا. اول حاجة I'm afraid that. I'm afraid that. لاحظ ان كلمة afraid لوحدها معناها خائف لكن هنا الاكسبريشن ده يستخدم كله بمعنى جملة يؤسفني. يبقى I'm afraid ويجي بعدها ذات. وقلت لك حاجة قاعدة معك ثابتة ان ذات يجي بعدها الـ ING. يبقى I'm afraid that I have a problem using the internet. The internet. أنا أنت واحد يسألني كده يقول لي ليه قلت internet. الأمريكان ساعات بيقولها كده يا شباب اللي هي internet بتحذف تبقى internet interview. هنقول إن شاء الله الكلام ده بعدين في لقاءات تانية إن شاء الله مع بعض. يبقى I'm afraid that I have a problem using the internet. أنا يؤسفني إن أنا عندي مشكلة في استخدام الإنترنت. تاني جملة ممكن تقولها معانا على حسب ما أنت شايف برضو I find it difficult to. وتو برضو بيجي بعدها الفعل في المصدر زي ما انا علمتك. يبقى I find it difficult to. انا اجد صعوبة في ان وتكمل جملتك عادي. يبقى I find it difficult to. لو بتتكلم هنا بقى مش على جملة بتتكلم على فعل انت مش قادر تعمله. Look for the information that I need. البحث عن المعلومات اللي محتاجة. لاحظ ان ذات هنا لو بتتكلم عن جملة كاملة لكن لو بتتكلم على فعل انت مش قادر تعمله استخدام عمل فعل يبقى تستخدم to في الغالب يعني. طب الجملة الثالثة معنا اللي انا عايزك تحفظها يا شباب لان هي في اغلب الجمل بنستخدمها. The trouble is that. المشكلة اننا. وذات يجي بعدها برضو الجملة كاملة. The trouble is that I spend too much time playing computer games. ان انا بقضي وقت كبير جدا بلعب العب ايه كمبيوتر. طيب نتكلم عن طلب المساعدة برضو معك في الوحدة. طلب المساعدة asking for help. ممكن تقول ايه can you help me. لاحظ معايا يا شباب انت لما بتتكلم عن طلب المساعدة بتطلب مساعدة من شخص غير لما بتدي او بتعرض مساعدة على شخص. هنا لو قلت can I help you can I help you كده انت بتعرض المساعدة لكن لما تيجي تطلبها تقول can you help me ممكن تساعدني وتجيب بعدها مصدر الفعل. او ممكن تقول ايه do you think you can help me. هل تعتقد ان انت ممكن تساعدني. يبقى can you help me do you think. طيب اخر واحدة معنا can you do me a favor please. ركز معايا favor هنا معناها معروف يا شباب. ممكن تسدي لي معروفا او تعمل لي حاجة انا اكون ممتن لها. can you do me a favor ممكن تسدي لي معروفا please. طيب لعرض المساعدة مش طلبها بقى.
offering help عرض المساعده، ركز معايا asking غير offering، offer اللي هو بتعرض المساعده، وهتلاقيها موجوده معاك في السؤال لو طلبها منك في situations اللي هي المواقف. ممكن تقول ايه have you got any problems، عندك مشاكل، وهي دي اكتر واحده ممكن انت تستخدمها. have you got any problems، عندك مشاكل. مثلا لقيت حد مثلا مع مشكله في اي حاجه ممكن تقول له have you got any problems، معك مشكله. او ممكن تقول ايه what's the matter، ايه المشكله، what's the problem، what's wrong، اللي انت شايفه صح ممكن تستخدمه. طيب اخر واحده معانا اللي هي let me see if I can help، شوفني والله خليني كده ابص يمكن انا اقدر اساعدك في حاجه، let me see if I can help. طيب ناخد بقى تمرين على الكلام ده. اول مثال بيقول لك you see a person looking under his car you want to know if he needs help، انت لقيت واحد بقى looking بينظر under his car تحت العربية بتاعته، you want to know انت عايز تعرف بقى if he needs help هو محتاج مساعدة. انت ممكن تقول يا شباب ممكن تعرض عليه تقول له هل انت محتاج مساعدة. طيب ممكن تقول له have you got any problems، have you got any problems، بتسأل بقى بتقول له انت عندك مشكلة. ممكن تقول ايه what's the matter، ايه المشكلة معك. تمام طيب you look worried you have a problem using the printer، انت عندك مشكله في استخدام البرينتر. تمام يا شباب. طيب ممكن تقول ايه هنا بتتكلم عن المشاكل، يبقى هتقول the trouble is that، the trouble is that، احفظ الاسئله المجابه دي، المشكله ان انا I have a problem using the printer، انا عندي مشكله في استخدام الايه البرينتر. ممكن تقول I find it difficult، على ما فيش اي مشاكل. طيب you find it difficult to say the ed ending of verbs correctly، انت راجي ان انت تقول ال ed اللي هي نهايه الافعال اللي هي الشاذه مش بتقولها بشكل صحيح، يبقى هتقول ايه بنفس الجمله هي يا شباب بكل صوره، هو اصلا الجمله دي محلوله، هتغير يو هتبقى اي، يبقى اي فايند ات ديفيكولت، اي فايند ات ديفيكولت تو سي ذا اي دي اندينج اوف فيربس كوركتلي. طيب تعال معايا في اللي جاي، يو اسك يور براذر تو هيلب يو وذ ذا هوم ورك، انت عايز تطلب اسك يور براذر، بتسال اخوك ان هو يساعدك في الواجب المنزلي بتاعك، يبقى هتقول له ايه؟ تقول له كان يو هيلب مي، ممكن تساعدني، دو ماي هوم ورك، كان يو هيلب مي، او دو يو ثينك you can't help me، انت تعتقد ان انت تساعدني، اي حاجه من الحاجات اللي هي طلب المساعده. طيب you see a blind man crossing the street، انت شفت راجل اعمى بيعبر الطريق، ممكن تعرض عليه المساعده بتاعتك، يعني هتقول له ايه have you got any problems، عندك اي مشاكل ممكن احلها لك، have you got any problems. طيب ركز معايا نتكلم عن يونت 9 اللي هي الوحده 9 ودي اخر واحده معانا، دعوه الاشخاص inviting people، دعوة الأشخاص من أسهل أسهل language functions اللي أنت ممكن تقابلها يا شباب. ممكن تتكلم عن إيه؟ عن ثلاث حاجات، وركز الأخيرة دي هي الدعوة الرسمية اللي أنت هتستخدمها. الدعوة الأولانية would you like to، هل تود أن، ترجم لي الحاجة دي بالله عليك، would you like to، وتجيب بعدها الفعل في المصدر، هل تود أن أو هل أنت حابب أن، وتجيب بعدها المناسبة اللي أنت عايز تسأل عليها. أو ممكن تقول له إيه do you want to come to، هل تود أن تأتي إلى، وتجيب المناسبة بتاعتك. آخر حاجة معانا اللي أنا عايزك تحفظها I'd like to invite you to، I'd like to invite you to، أنا حابب إن أنا أدعوك إلى، وبيجيب بعدها المناسبة، my مثلا my wedding party حفلة عيد زفافي، my birthday etc اللي هي إلى آخره، بتلاقيها كتير وبتسأل عليها الناس etc اللي هي etc اللي هي etc إلى آخره يعني. تمام دي دعوة رسمية. طيب تعالى بقى أنت هتقبل الدعوة يا هترفض الدعوة، احفظ لي حاجة من الحاجات دي. قبول الدعوة بتقول إيه I'd love to، انا حابب ان انا اجي. تمام I'd love to. طيب اللي بعديها that او it sounds great، لاحظ ان دي بتستخدم برضو لو حد اقترح عليك حاجة ممكن تقول له that sounds great، انا موافق على الكلام اللي انت بتقوله ده. طيب اللي بعديها I'd be pleased to come، I'd be pleased to come، انا هكون مسرور جدا لو ان انا جيت. تمام طيب رفض الدعوة، بس الرفض بأدب بقى، شايف I'd love to دي قولها هي هي بس زود بعديها but، يبقى اهي I'd love to but ولكن I can't، انا ما اقدرش because مثلا، وتجيب الحاجه اللي انت ما تقدرش تيجي عشانها، ولو مش عايز تقول قول I can't وخلاص. طيب I'm sorry، انا اسف والله، I have a test tomorrow، انا عندي امتحان بكره، I'm afraid I can't، انا اسف او يؤسفني والله انا مش هقدر اجي، ليه I have to study، انا عليا ان انا اذاكر. طيب ناخد بقى اختبار كالعاده، اول حاجه بيقول لك ايه you invite، انت اللي بتدعو، انت اللي بتدعو للدعوه، هتستخدم ثلاث حاجات you invite your friend to
your sister's wedding. انت بتدعى صاحبك حفلة عيد زفاف اختك. استخدم الدعوة الرسمية. يبقى هتقول له ايه؟ I'd like to invite you. I'd like to invite you to my sister's wedding. لحفل زفاف اختي. طيب you accept. لاحظ معايا بقول لك ايه؟ هي ده الكي بتاع الجملة، المفتاح بتاع الجملة. You accept. انت بتقبل. بتقبل ايه بقى؟ your aunt's invitation to the circus. بدعوة عمتك او خالتك للايه؟ للسيركس، اللي هي السيرك يعني بمعنى صح. هتقول لي ايه بقى؟ I'd love to. انا اود. او that sounds great. مفيش اي مشاكل في الموضوع ده. طيب you politely refuse. انت بكل ادب بترفض friends او a friend's invitation to the cinema. دعوة صديق ليك للسينما. هتقول ايه يا شباب بكل سهولة؟ ها؟ هتقول له I'm afraid I can't because. انا اسف والله العظيم because I have to visit the dentist. انا عايز ازور طبيب الاسنان. ممكن تقول له I'd love to. انا اود. but I can't. انا ما اقدرش. ليه بقى؟ I have to visit the dentist. انا علي ان انا ازور طبيب الاسنان. المثال اللي بعد كده برضو كذلك you accept your friend invitation for dinner. دعوة صاحبك للايه؟ للعشاء. تمام؟ ممكن تقول له ايه؟ I would be happy to come. I would be pleased to come. انا ان هكون مسرور جدا او سعيد ان انا اتي. او ممكن تقول ايه؟ It sounds great. يبدو عظيما. يبقى I would be pleased to come. هكون مسرور جدا لو اتيت. طب you want to invite your friend to your house this Saturday. انت عايز تدعي صاحبك للمنزل بتاعك السبت ده. طيب ادعي بقى سواء دعوة بشكل رسمي او بغير شكل رسمي اللي انت عايزه، بس انا افضل ان انت تقول له do you want، هل تود، او would you like، هل تود، do you want to come to my house this Saturday، حابب ان انت تيجي. وبكده وصلنا لنهايه الحلقه. بتمنى ان انت تكون فهمت وبس، لا فهمت ودونت الحاجه اللي انا قلت عليها عشان خاطر تسترجعها بسهوله، لان افضل طريقه للحفظ هي الكتابه. ويا ريت يا شباب تفهم المغزى من القصه اللي انا قلت عليها وما تعتمدش على غيرك، دايما يكون اعتمادك كله على نفسك عشان خاطر توصل بسهوله جدا. ولو انت بتتابع الفيديو لاول مره، انا على فكره شرحت كل القاعده بتاعت المنهج بتاعتك عشان خاطر ما تسالنيش تاني. ويا ريت تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك، وان شاء الله متواصلين مع بعض في الحلقات الجايه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.